أهلا بكم المشاهدين والمشاهدات الأعزاء. ننتقل إلى الموضوع التالي، إذ تطرق وزير المالية بتسلائيل سموتريتش إلى الرسالة التي أرسلها إليه وزير الداخلية مشير بيل، والتي طلب فيها إلغاء تجميد الأموال للسلطات المحلية العربية بعد إصدار قراره بتجميدها. وقال سموتريتش في رده على الرسالة: هنالك احتياجات أكثر إلحاحا وأهمية من الاستمرار في تحويل الأموال السياسية لحزب القائمة العربية الموحدة على حد تعبيره. كما قال سموتريتش: هذه أموال ائتلاف سياسي قدمت بناء على طلب القائمة العربية الموحدة ومنصور عباس في الحكومة السابقة، وليس لها مبرر مهني. من جانبه قال النائب الدكتور منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة حول هذا الموضوع: موازنات الخطة الخمسية رقم 550 هي حق للمجتمع العربي بهدف تقليص الفجوات وتقديم حل لمشاكل المجتمع العربي العميقة والسلطات المحلية. كما قال الدكتور منصور عباس: حكومة نتنياهو سموتريتش تعمق التمييز وتوسع الفجوات الاقتصادية والاجتماعية وتترك المجتمع العربي فريسة لمنظمات إجرامية. للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا جميل بصول رئيس مجلس الريني المحلي. أهلا ومرحبا بك أستاذ جميل بصول. أهلا بك أخي العزيز وبجميع المشاهدين. كرئيس سلطة محلية للريني، كيف تلقيت تعقيب الوزير سموتريتش وقراره بخصوص هذه الميزانيات؟ طلع يعني الشيء مش مفهوم، او خلينا نحكي بشكل اوضح من هيك. يعني احنا قاعدين ناخذ لفتات، حتى لو كان ب 550 ساعات ساعه منصور عباس والاخوان انه يحصلوا ميزانيات للوسط العربي، من ميزانيه 200 مليون شيكل لهبه الموازنه، زياده هبه الموازنه. واحنا بنطلع اليوم حتى الميزانيات العاديه اللي احنا لازم ناخذها مش عم نحصل عليها، مش عارف ليش قاعد موجوده بالفيزا او بتتجمد. يعني بنطلع كمان على معنى كل بتوح اللي بعدني مش واصلين، بتوح التطوير، هبات التطوير اللي بتيجي عندنا بشكل سنوي. احنا على نهايه السنه، يعني احنا بعد 14 نهايه السنه لسه ما اخذ ولا سلطه اخذتها. انا القرار السياسي مشحف جدا جدا، الكاد الوسط العربي بيعتاش على الفتات هون وغات، واحنا كمان يعني في التزامات للمجالس المحليه على ضوء الوعودات اللي حتى الميزانيه انت بتبنيها للي بيعرفش على معناك متني هبه مشروطه. نعم. فاليوم انت بدك تجمدها او تدرسها من جديد كيف بيحكي سموتريتش، لا هذا مرفوض جدا. يعني عشان هيك اليوم الرؤساء صاروا بمسلول بمسارين، مسار ان نتظاهر ضد العنف، كمان ضد اقتطاع الميزانيات او تجميد الميزانيات اللي قرار بالصائب ويمكن يشل حركه مجالس او البلديات العربيه وما بتتحملوا الا الدوله بالاخر. نعم، هل ممكن ان تشرح لي وللمشاهدين ماذا يعني انه تجميد هذه الميزانيات؟ انت كرئيس سلطه محليه شو بالنسبه لك بشكل عيني، كيف بيشل عملك مثلا؟ طلع تعال نحكي في هاي، المحاسبين دائما بشرحوها بشكل اكثر بما انه انا في القضيه في الداخل، فبحكي لك شغله. لما انت بتعد الميزانيه، ميزانيه مجلس او ميزانيه بلديه، في عندك بنود فيها، في هبه مشروطه على اساسها انت بدك تشتغل، في هبات لازم اللي انت تاخذها. نعم. تعمل موازنه باخر السنه في الميزانيه. اليوم فجاه واحد انت بدك تيجي تقطع هاي الميزانيه، انت شليت، عملت عجز مادي في السلطه، شليت العصب تبع السلطه ايا كانت اي سلطه. احنا بالكاد يعني يكون السلطات المحليه تعرف تفتكر كمان للمناطق الصناعيه وللمدخلات. نعم. فيش يعني هن بيحكوا دائما على حسن تيكون اكتفاء ذاتي للسلطات. لا عندنا مناطق صناعيه ولا عندنا يحزنون ولا عندنا شيء، فبالاخر بدك ايانا نكون عندنا اكتفاء ذاتي، وبدك تقتطع الاشياء اللي فيها اتفاقات اللي ممكن تدمر كل السلطات المحليه بما في تعمل عجز مادي وخروج في الميزانيه اللي انت عديتها من قبل بسنه. هل ممكن انه الضرر يصل الى الخدمات الاساسيه اللي يحصل عليها المواطن العربي؟ نتحدث عن جمع نفايات، عن تجهيز المدارس لافتتاحها مع بدايه العام الدراسي. طبعا عزيزي، طبعا الميزانيه انت بدك تعمل موازنه، يعني بجد اي سلطه فيش فيها فيها محاسب مرافق من قبل وزاره الداخليه اللي هو الامضى الثالث، فمش ممكن يوافق الا يكون بنود موجوده في الميزانيه. فاذا هاي الميزانيه اقتطعت من هون كمان انت مش رايح، صار عندك نقص بالخدمات، المواطن بتتضرر بالاخر.
واحنا بهذا الصدد بدنا نعمل الهب اللي لازم تكون كمان شوي لازم تكون جماهيرية والاعتراض والوقوف على حقوقنا. نعم، وإلى أين وصل التحضير إلى هذه الهبة الجماهيرية والتظاهرات أو الاحتجاج ضد قرار الوزير؟ طلع احنا كنا قبل ما يقارب 14 أسبوعين بالتحديد في اللجنة القطرية عقدنا اجتماع واخذنا أمور تصعيدية منها اليوم خيمة الاعتصام. وإذا ما لم تؤتي كلها أقول لك شغلة واحدة، كان في اقتراح والاقتراح راح يطبق، إحنا راح نصل على العصب تبع الدولة اللي هو المطار، سكة القطار على المرافق الحيوية اللي لازم تكون للدولة. فيش إشي عن الشكل، أنا مثلي جميل بصول لازم يكون مثل آفي مثل نحمية مثل كل واحد. بصيرش أنت تحيي مستوطنات وشغلات على حساب ميزانيات اللي لازم تكون للشاب الكبال، الشاب مجد لازم تكون له ولكل مواطن عادي. فإحنا هذا نظلنا راح يكون راح نستمر فيه، وإن شاء الله هيك شوي سموتريتش يعيد الحسابات ورئيس الدولة رئيس الحكومة يصحى من السبات ويقول أنا موجود. نعم، تحكي عن خطوات احتجاجية قد تكاد غير مسبوقة بخصوص أبناء المجتمع العربي، تتحدث عن تظاهرات في المطار محطات القطارات، يعني أخذت هذا النموذج عن المظاهرات الجارية اليوم؟ لا طبعا، إحنا هذا كان اقتراح لما إحنا نعمل خيمة اعتصام وبدأت تيجي يعني فيها نتائج. لا راح نصعد اكثر من هيك، راح نصل لعصب الدولي. نعم، لا ولو بتكلف شيء حركه الدولي، يعني احنا عندنا القدرات عندنا كل شيء، احنا تعتبكم ممثلي جمهور لازم نعمل وظيفتنا على اكمل وجه ونناضل ونقيم وما نستسلم للامور اللي قاعده بتصير، واغلبها تنتهي في ظالمه عنصريه سياسيه، فلازم يكون احنا واقفين، هاي وظيفتنا لازم نسويها وما ننش على حدا. تقول بانه على رئيس الحكومه ان يعيد الحسابات وان يصحو من سباته، هل حاولتم فتح مسار للحديث مع نتنياهو بشكل مباشر وليس عن طريق وزاره الماليه؟ لا، كان في حديث، كان في رسائل كمان، تدخل مركز الحكم المحلي كان في الموضوع، مش بس اللجنه القطريه، مركز الحكم المحلي برئاسه حايم بيبس كمان تدخل في الموضوع، رسائل واجتماعات على الموضوع. بس لما تيجي مفاتيح الدولة بدها تكون بين اثنين اكبر اثنين عنصريين هني موجودين، فحدت ولا حرج، الدولة رايحة من هاوي لهاوي، ان شاء الله اللي بصير وسطنا العربي يصل لبيوت كمان، احنا بساحاتنا يكون بشبابيك يبلش يفوت على القليلة. السؤال قديش بتعول انه ممكن نتنياهو او سموتريتش يستجيب لما تطلبون، ممكن انهم يستجيبوا ولا انت شايف انه الامر بعيد المنال؟ لا انا بقول لك ممكن يستجيبوا بالاخر، يجي يقولوا ال 200 مليون، تعال نحكي مثال بسيط، 200 مليون في هبات الموازنه الزياده في قطه 550، يقول لك تاخذ 100 150 وتقطعوا 50 ودول المستوطنات، كمان هذا امر مرفوض، في التزامات، في حكومه كانت عملت خطه حكوميه مش بتيجي تتغيرها باخر لحظه. نعم. هل ممكن ان تصل فعالياتكم او نشاطاتكم الاحتجاجيه الى اعلان عدم افتتاح العام الدراسي وابقاء الطلاب العرب في بيوتهم في 1/9 1 ايلول المقبل؟ وارد بالحسبان، ومطرح كمان باللجنه القطريه على الطاوله، وارد بالحسبان، كل شغله بدها تعود للمواطن، حتى مرات لما انت بدك تبني بدك مرات تهد شغلات، فلما تبني اساسات بدك تهد كمان شغلات وتصلح. فاذا كان الامر ملح بده يكون في حاجه انه احنا نفتحش المدارس، احنا شو راح نفتح المدارس. هذه بشرى غير جيده للاهالي اللي ينتظرون عوده اولادهم الى مقاعد الدراسه على احر من الجمر، يعني كمان الاهالي هذول بدهم كمان خدمات بالمقابل. يعني اذا الخدمات ما اخذتها الاهالي، يعني انا اقول لك هسه بدي احكي لك شغله كمان، في شغلات اللي يعني تعتقد حكينا على هبات التطوير اللي مش عم ناخذها هسه، انا قاعد باخذ من الميزانيه العاديه اللي عندي تنا انا افتح المدارس واجهزها، انا عندي 14 روضه بستان بدي اجهزهم، يعني مش عم باخذ هبات التطوير وانا قاعد باخذ من حساب المواطن لازم اعطيه الخدمات اضاءه اناره لم النفايات، قاعد باخذي كمان عشان اجهز هاي المرافق التدريسيه، فانا باخذها قاعد من الميزانيه العاديه بدل ما اخذها بالميزانيات اللي باخذها من الدوله كيف الاتفاقات اللي كانت. اريد ان اسالك كرئيس سلطه محليه مسؤول عن يعني جمهور عدد لا بأس به من أبناء الرينة أو عن كل أبناء الرينة بشكل أو بآخر وتمثلهم أمام السلطات الرسمية، لما بتسمع خبر أنه وزير المالية سموتريتش أيضا يتحدث عن تجميد خطة خمسية في شرقي القدس والسبب بأنه في 200 مليون شيكل من هذا المبلغ، ال 200 مليون شيكل مبلغ لتشجيع دمج الطلاب العرب في الجامعة العبرية، وهو يعلل ذلك وفقا لمصادر إعلامية
بأن دمج العرب في الجامعات من شأنه أن يشجع القومية المتطرفة. أنت كابن للمجتمع العربي، كرئيس سلطة محلية، كيف تقرأ مثل هذه التصريحات؟ إعلاك كلام. فسر. إعلاك كلام، كل الحكي نظريات فارغة، مشروع إله كيف يغذي المشروع الاستيطاني على حساب مواطنينا، فعشان بقول لك إعلاك كلام مش راح يكون، مش راح يصير ما دامنا احنا موجودين. السؤال، هل ترى بأنه ونحن نرى يعني النسب، نسب التحاق الطلاب والطالبات بالذات، الطالبات العربيات في الجامعات يعني في ازدياد في السنوات ليس الأخيرة فقط، هل ممكن انه هذا يقلل من نسبة الطلاب العرب، ولا انت ممكن انه يزيد نسبة اقبال العرب على التعلم الاكاديمي في الجامعات والحصول على اعلى الالقاب؟ لا، هو مشروعه انه بدوش يزيد، هو بدوش الطلاب العرب يكونوا بكثافة اكبر. لا، انا اسال عن رد الفعل، هل ممكن انا اسال عن رد الفعل، ممكن انه يكون رد فعل عكسي من الجمهور العربي انه الاقبال يزيد على التعليم العالي؟ ممكن جدا. احنا وسطنا العربي ده انت بتأدقيه وبتتحداه انت، فبصير الاشي بالمفهوم العكسي والايجابي. لو سمح لك المجال او اتيح لك المجال ان تخاطب سموتريتش مباشره، ماذا تقول له؟ كوني بعيد عنه، بخاطبه وانا بعيد عنه. ماذا تقول له لو سمح لك يعني او اتيحت كانت فرصه انك تخاطبه مباشره، شو بتقول له؟ شو بدي اقول له؟ بس بدي اقول لك شغله، احنا مره كنا مع سموتريتش قبل 3 سنين في موضوع كان وزاره المواصلات استجاب لعده طلبات، كان معنا الدكتور الطيبي هبه يزبك واسامه السعدي، استجاب لطلبات لافيني بشكل خاص يعني على موضوع 754 الشارع، مش عارف كيف انفتح الفيوز عنده هسه يعني. فانا بتامل يعيد الحسابات مليح، واذا طلب الامر اننا نتواجه في مواجهات اللي راح تكون طبعا كلاميه بالحجه، فأنا ما ظنش أنه رايح يكون وضعنا صعب أو ما لا يستجاب لنا. أريد أن أشكرك جميل بصور رئيس مجلس الريني المحلي، شكرا جزيلا. تحياتي لكل جميع المشاهدين. المشاهدون والمشاهدات الأعزاء، نخرج الآن إلى فاصل إعلاني، نعود مع المزيد من الملفات، فابقوا معنا.